السلام عليكم، معكم جابر زغلاش من الحجر المنزلي هنا في بيتي. لو ميساج هذا راح نوجهه على التحدي اللي جاني من عند اللاعبين السابقين ولا الحاليين. التحدي والمبادرة اللي راهم يقوموا بها هو شيء جميل، وعلى راسهم فريد ملولي وكل اللاعبين الاخرين اللي راهم يبادروا معاه. انا تلقيت هذه الدعوه هذه والتحدي بكل فرح وسرور، وهذا شيء جميل كثير خاصه في الظرف الحالي هذا. اذا انا نقول التحدي هذا راني قابله وما عليا الا نلبيه، وانا بدوري كذلك راح نتحدى ثاني، ولكن المره هذه راح نتحدى ثلاث اشخاص على ضربه، اللي هما عز الدين عرب، فهد حلفايه، وعبد الحكيم سرار. نتمنى انه يستقبلوا هذا التحدي تاعي بكل فرح ثاني كما انا هذا ان شاء الله. وان شاء الله نشكر كل الاشخاص اللي راهم يساهموا في هذا المبادره. والسلام عليكم.